المعاناة التي خلفها المستعمر الفرنسي لم تنتهي باستقلال الجزائر. لسنوات طوال ظلت الألغام المضادة للأفراد تحصد أرواح الجزائريين وتحول حياتهم إلى جحيم بإعاقات وتشوهات تجسد بشاعة الجرائم المرتكبة. أبي أنا ميت، أولاد عمي ثلاثة موتة فيما اللي قتلتهم في عهد فرنسا، ماتوا بالألغام، موتة كل فيهم أنا تقصد كراي برك منعت 1962 كي صرات لي ما فقش بروحي في الوقت اللي كان حتى نعيط لهم واحد 8 كيلو على باش يلحقوا لي لقوني غير انا نقول نزفت من الدم كيف طنت ما لقيت لا يدي لا رجلي وليت هذاك نبكي وقت نقول لهم ديروا لي رهج الموت من القلقات. 7300 ضحية ألغام تعود لفترة الثورة التحريرية سجلتها الجزائر، منها 2470 ضحية بعد الاستقلال، جريمة يدعو المختصون إلى الاعتراف بها بقوة القانون. الناس اللي تعرضوا لميناتي بيرسونيل بعد 62 وين نديروهم؟ كيفاش نصنفوهم؟ نصنفوهم مجاهدين؟ لا، نصنفوهم ضحايا الجريمة المتواصلة الفرنسية. أما القانون الدولي اللي ما فيهش عدد يعني قليل نتاع المواد، هذا أخرس، لا يتكلم على الضحايا نتاع فرنسا ولا يتكلم على المسؤولية الجنائية نتاع فرنسا ولا يتكلم على التعويضات. هذه الأمور كلها حان الوقت الآن باش نتكلم عليها. هي ألغام تشكل وجها من وجوه بشاعة المستعمر وجرائمه التي يدفع ثمنها جزائريون بأرواحهم وأجسادهم.